كما تعلمون اول مره احنا ننظمها في البريه، كاين بلديات واحد اخرى راهم داروا تظاهرات اخرى وتصفيات. احنا اصر السيد الامين العام باللي لازم نديروها في البريه. هذه الرياضه خاصه بالمدارس الابتدائيه، هي عباره عن العاب قوه مصغره على شكل العاب، واللي يتاهل على مستوى بريان يروح يشارك ان شاء الله المدرسه اللي تاهلت تشارك في الولايه. ورشات بسيطه، اولا الورشه الاولى هي ورشه الرمي، رمي الفورتكس هنا. الورشه الثانيه الكره الطبيه، رمي الكره الطبيه. الورشه الثالثه قفز الضفدع هنا. الورشه الرابعه المربعات. الورشه الخامسه الفورميلا 1، مسمينها الفورميلا 1، فيها الجري والسلالوم والقفز. والورشه السادسه عباره عن سباق التتابع. اليوم جابوا لنا الملعب محمد بوضياف باش يديروا العاب، العاب جيده جدا. اليوم جينا للسطات تاع ماذا تاع بوضياف وعجبنا الحلو.